صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات ألان صغيب عيسى، باسمة أبو سرحال شاهين والمخرج رودريغ نمنو. العناوين: صباح الخير، هل نجونا من خفض التصنيف؟ ستاندرد اند بورز قد تمنح لبنان فترة سماح لستة أشهر. رئيس الكتائب: من أقر التسوية يتحمل المسؤولية ويتوجه إلى رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس وينك؟ نحن ندعيك أنك تضرب على الطاولة وترجع إلى ما قبل 2005 لأنه بلدك مهدد. مجلس وزراء في بيت الدين اليوم واحتمال صدور تعيينات قضائية. إيران تهدد باستهداف الممرات المائية الدولية في حال تصفير صادراتها النفطية. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. يعيش لبنان على أمل أن ترأف به وكالة التصنيف فتبقيه على وجعه الحالي برتبة B- مع فترة سماح أخيرة مدتها 6 أشهر. هذا الاحتمال الذي تعزز في الساعات الماضية لا يعني الشفاء، بل فقط إخضاع المريض لعلاجات مكثفة تمكنه من النهوض السياسي والاقتصادي وتحرره من الهدر والفساد. وكالات التصنيف تمنحنا فترة سماح قبل أن تحيل لبنان إلى تصنيف الخردة، فهل نستفيد من هذه الفرصة بعدما كانت الدول المانحة وما زالت تعطينا الفرصة تلو الأخرى لإجراء الإصلاحات ولم نلتقطها؟ رئيس الكتائب كان سبق التصنيف بتصدير مضبطة اتهام لا يجوز التهاون بشأنها لأن المسألة سيادية بامتياز، من يملك قرار الدولة، ولأن المسألة وجودية بامتياز، يكون لبنان أو لا يكون. موعد التصنيف المرتقب لوكالة ستاندرد أند بورس هو غدا مبدئيا، ولكن مع شد الأعصاب الذي يرافقه تصاعدت موجة في الساعات الماضية تتراوح بين المعلومات بين صدور تقرير يبقي لبنان على تصنيفه الحالي وتأجيل التقرير لمنح لبنان فترة سماح لتنفيذ التعهدات بالإصلاح. وتقول معلومات إن الترجمة العملية لمسار تأجيل التخفيض جاءت في اتصال أجراه المسؤولون في الوكالة لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ووزير المال علي حسن خليل بأن الوكالة قررت منح لبنان فترة سماح. رئيس مجلس النواب نبيه بر استبعد تقويما سلبيا ونقل عنه النائب علي بزي أجواء إيجابية. اعتبر دولة الرئيس في معرض النقاش الذي حصل مع زملاء النواب حول توقعات المؤسسات الدولية خاصة يوم الجمعة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للبنان، اعتبر دولة الرئيس أن كل المؤشرات الإيجابية التي حصلت ربما على ما يعتقد تعطي فرصة إضافية للبنان من أجل تصحيح المسار والأمور. رئيس الحكومة سعد الحريري انصرف في الساعات الماضية إلى عقد مجموعة لقاءات مع سفراء دول مساهمة في مقررات السدر، وردد بعض المعلومات أن اتصالات الحريري في واشنطن كان لها دور في إمكان تجنب صدور خفض جديد للتقويم الائتماني. معنا الآن مباشرة عبر الهاتف وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني. صباح الخير معالي الوزير. صباح النور. يعني اليوم في توقع أنه ننجى من خفض التصنيف على القليل في مرحلة سماح 6 أشهر، شو المطلوب من الحكومة بهالست أشهر وخصوصا أنه اليوم في جلسة لمجلس الوزراء؟ طبعا نحن إن شاء الله نتأمل أنه ما يكون في خفض للتصنيف، وبغض النظر نحن لازم نضلنا مصممين على الاستمرار بخطة للإنقاذ الاقتصادي بناء على ما تضمنه يعني بيان اجتماع بعبدة والبيان الوزاري. خطة الحكومة الاقتصادية بتصور واضحة، والمهم هو انه نثبت بالاشهر القادمة بغض النظر عن قرار التصنيف سلبا او ايجابا، نتأمل طبعا يكون ايجابا،
يجب أن نثبت قدرتنا على التنفيذ، والتنفيذ معناته موازة 2019 نلتزم بالأرقام يلي حطيناها بالموازنة. موازة 2020 نقدمها وتكون فيها كمان خفض إضافي للعجل عن 2019 وانطلاقها بعدد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية بالقطاع العام وبالقطاعات الاقتصادية الحيوية. ثالث نقطة خطة الكهرباء اللي أقريناها واللي انطلقت، لازم نبلش نفرجي نتائج بهالإطار، وفي بلشت النتائج تظهر، وهيدا موضوع أساسي من الناحية الاقتصادية وطبعا من الناحية المالية، لأن الكهرباء عجز الكهرباء بشكل جزء أساسي من عجز الميزانية. إذن هيدا ثلاث نقط أساسية على المدى القصير برأيي لنفرجي إلى الرأي العام اللبناني وإلى المستثمرين والمودعين. نعم. والهيئة الدولية أنه نحن مصممين على تنفيذ الخطة الاقتصادية والمالية. نعم، بجلسة وعلى المدى المتوسط بس بدي أقول يجب أن نعمل على النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي معناته إطلاق المشاريع الكبرى الملحوظة بالساد، لأنه بتخلق فرص عمل وتحرك الاقتصاد، والانطلاق بتطبيق خطة ماكنزي لنقل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك وعلى الاستيراد إلى اقتصاد منتج أكثر ويعتمد على الإنتاج ويصدر أكثر، وبالتالي نعالج بذلك مسألة ميزان المدفوعات والميزان التجاري، عجز الميزان التجاري كمان هي مسألة بالاقتصاد اللبناني يجب معالجتها. نعم، وعلي الوزير عادل أفيوني، اليوم رح يكون في تعيينات قضائية على جلسة مجلس الوزراء؟ بصراحة ما عندي هلأ، يعني حنشوف اليوم إذا هذا الموضوع حيطرح، ما عندي أنا معلومات عن الموضوع. يعني ما قالوا لكم إنه إذا رح يكون مطروح من خارج جدول الأعمال؟ أنا ما عندي معلومات صراحة. شكرا لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني. رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني قال لصوت لبنان أيضا إن سياسة تبويس اللحى لن تدوم. اصلا تصنيف بي ماينس هو تصنيف سيء، نحن تصنيف اللي اليوم عندنا يعني قبل ما يخفضوا لنا تصنيفنا. شهر حزيران صار في انخفاض للودايع بالمصارف اللبنانيه، اللي هو كارثه لانه مين بده يدين الدوله غير المصارف؟ ما حدا بيثق فينا، فاضطر مصرف لبنان يعمل الشيء اللي هو بسميه هندسه ماليه، فمرق قطوع حزيران على خير. لليوم اقرت الدوله موازنه 2019 وقدرت العجز ب 7.6% من الناتج المحلي، يعني الدوله متوقعه انه تعوز تدين 4.4 مليار دولار. اذا صدقت وكاله ستاندرد اند بور هيدا الحكي بيمرق نهار الجمعه بكره بلا تخفيض، والهيئه مصدقتنا. بس بالحقيقه هذا الحكي مش كتير دقيق، لانه الدوله حسبت الموازنه تبعيتها، حسبت العجز بلا ما تحسب عجز الكهرباء، ومتكلة على اكتتاب بسندات خزينة بفايدة تقريبا 1%، ما بنعرف منين بدها تيجي، ومتوقع نمو اقتصادي مضخم. شو المطلوب تحديدا من الحكومة اللبنانية لحتى بعد 6 اشهر كمان ما يتم التخفيض؟ 100%، يعني هيدي سياسة تبويس اللحى اللي انه بنحكي معهم بيضبطوا لنا اياها، هيدي مش رح تزبط دايما. اليوم الدولة اللبنانية بدها تخفض النفقات، ما بقى يحكوا عن خفض العجز، هيدا وهم. ولكن إذا صار في يعني بعد 6 أشهر ما التزمت الدولة، ساعتها أي مصير ناطرنا؟ ساعتها مصير سيء جدا، وبالتالي بيصير في خطر لتخلف لبنان عن دفع ديونه، يعني ما بقى حدا يدين الدولة اللبنانية مصاري، يعني واصلين على وضع